بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع سيرة النبي المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات. عسى أن تحفنا الملائكة، فإن الملائكة تتنزل عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينور الله بصائرنا وقلوبنا من أجل أن نعي عنه وأن نفهم عنه ما نستطيع أن نسير به في طريق الله إلى الله، والله يفتح علينا فتوح العارفين به ببركة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نتكلم عن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للكتب في الآفاق إلى الملوك والأمراء والمشايخ والقواد، وتكلمنا عن هذا المعنى، فأرسل إلى المقوقس فأجاب إجابة هينة لينة، وأرسل إلى قيصر إلى هرقل فأجاب إجابة هينة لينة، وأرسل إلى كسرى فأجاب إجابة سيئة ومزق كتابه، وأرسل إلى المنذر بن ساوي فأسلم. ومن جراء ما كان من كسرى رأينا باذان وهو في اليمن، لما أخبر النبي بموت ابن كسرى وتولية أخته باذان تعجب، ما الذي أدرك أعلم هذا الرجل؟ فأسلم ودخل في الإسلام. وأرسل أيضا إلى هوذة بن علي، وهوذة بن علي ده كان يعني محتل او ان هو ملك الجزء الايه المنطقه الوسطى في المملكه العربيه السعوديه دلوقتي، المنطقه الوسطى اللي هي فيها الرياض فيها القصيم وفيها بريده وعنيزه والحته دي كده كل دي كده والخرج ها وزرمة وشجرة وكل الحتت دي كانت تبع الهوذة ابن علي، ودي كانوا يسموها ايه اليمامة، ومنهم الست بتاع زرقاء اليمامة اللي كانت يعني عندها عين كويسة كده تطلع تشوف من ثلاثة ايام، يعني يوصلوا بعد ثلاثة ايام تقول ده في ناس ايه جاية اهي، سموها زرقاء اليمامة. على اليمامة دي الملك مين بقى؟ هوذة بن علي. هوذة بن علي ده بعت له سيدنا النبي واحد من الصحابة الكرام اسمه صليط بن عمرو، قال له خد ده روح بيه لنجد في اليمامة وديه لهوذة ابن علي. راح له هوذا أرى الكتاب، قال والله الكلام ده كلام حلو قوي، ايه الكلام ده؟ انتوا بتؤمروا بايه وتنهوا عن ايه؟ قال له احنا بنؤمر بالعفاف ونأمر بالصلاة وننهى عن السرقة والكذب والزنا والخنا. قال له ده كلام حلو جدا، حاجة غريبة قوي، انا معاكم يا عم بس برضه ما يصحش ان واحد ملك زي يعني يدي لواحد تاني يعني ملك ده، فانا ابعتك برساله لمحمد وان شاء الله يوافق. والرساله مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها انا معاك بس يعني برضه شركني في الامر، هو ما فيش الا انت اللي بيوحى اليك، انا شويه وانت شويه، أنا حتة
وانت حته حته وحته. ازاي يعني حته وحته؟ قال لي بدي بسيط يعني اديني اشركني في الامر. اشركني في الامر يعني نتقاس. الله، طب ازاي انت مؤمن ان ده وحي؟ ده تبقى الوحي تمثيليه بقى، ما تبقاش حقيقه. ازاي انت مؤمن بالوحي وبعدين بتقول ما ناخد بعض حته منه ومش حته كبيره ولا حاجه يعني برضو كده؟ قال صليت. طب وانا لما اسلم هتاخدوا مني الملك؟ قالوا لا، ملناش دعوه بالملك، ملك خده انت زي ما انت، بس هننظم الامور بس. قال لك كلام حلو قوي، بس خد بقى واديله الرساله دي وان شاء الله يوافق. فلما وصل الكتاب الى رسول الله قال والله لو سالني قطعه ارض ما اعطيته. يعني انت بتتشرط؟ والله لو سالني قطعه ارض، اديني حته ارض ابني عليها فولة، تاخد بالك؟ ما اعطيته. اذن لانه ده ضد المبدا كده، انك تؤمن مش تؤمن علشان حته الارض، مش تؤمن علشان تشارك في الوحي. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. بعد كده بقى لما حصل في يوم الفتح، وقال النبي عليه السلام قبل يوم الفتح، قال سيخرج بعد موته من يتنبأ وهو كذاب، يشير إلى مسيلمة الكذاب. سيخرج من يتنبأ وهو كذاب ويقتل. فواحد قاعد، هو الرواية كده يقول لك في واحد قاعد قال له من يقتله يا رسول الله؟ قال أنت. مين ده بقى؟ وحشي قاتل حمزة، وحشي قاتل حمزة هو اللي كان قاعد. ولذلك الرواه يعني ايه قالوا قال قائل. مين القائل ده؟ القائل ده وحشي. قال له انت واصحابك، وقد كان وقتل وحشي رضي الله عنه، قتل مسيلمة، وقال هذه بتلك، يعني قتل رجل دجال نصاب عايز يفرق الأمة، عايز يعمل بلاوي، وبيدعي النبوة وبيأتي بشيء من المخارق، قتله وحشي. على كل حال في الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات هوذة بن علي، وهو قاعد كده. جبريل جه وقال له ايه؟ على فكرة هوذة هو بس بعد ما خلص الفتح، خلص ومنصرفوا من الفتح وهو ماشي كده، جبريل نزل وقال له هوذة مات. فقال له طيب يا جماعة هوذة مات، بلغوا. فمات هوذة، وفعلا خرج من بعده مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب هذا ربنا سبحانه وتعالى انتقم منه شر انتقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويقتل من بعده. قال من يا رسول الله؟ قال أنت وأصحابك، أنت وأصحابك. وقد كان فعلا إن وحشي هو اللي قتل مسيلمة الكذاب. إذن اختلفت
ردود الأفعال من الكتابات. واحد بعت له هدية وما أسلمش، التاني قطع الكتاب، التالت أسلم، الرابع قال له طب أفكر، الخامس أسلم وعطله ملكه، وهكذا. وهنشوف مع بعض أثر هذه الكتب كيف كانت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث صاحب دمشق، كان اسمه الحارث بن أبي شمر، صاحب دمشق يعني الملك بتاع دمشق كده وما حولها، الغوطة والبتاع وكذا الأرياف، وأرسل له صحابيا جليلا كان اسمه شجاع. والحارث كان ممن قرأ الكتاب، ثم قال من يأخذ مني ملكي، من غير ما يسأل ولا يفهم ولا كذا إلى آخره. سآتيه بجيش أوله عندي وآخره عنده. كلا، اسمه ايه؟ طق حنك وراح، لا اسلم ولا ربنا بارك له ولا اي حاجه، وانتهى امره وخلاص. برضو ده تعده من ضمن قله الادب، ما هو في واحد مؤدب واحد قليل الادب وواحد اسلم. حتى المؤدب ده ما اسلمش بس مؤدب. أرسل، كان بقى هناك عمان، عمان اللي هي موجودة دلوقتي سلطنة عمان، بس كانت كبيرة شوي. عمان دي عبر التاريخ يعني ضمت إليها زنجبار، وضمت إليها في البوسعيديين بومباي بتاعت الهند، كانت كل المنطقة دي كده اسمها عمان. فعمان عليها كان واحد ملك عمان ده زمان اسمه الجلندي. الجلندي ده مخلف اتنين، مخلف ولدين، ولد كان اسمه جيفر وولد تاني اسمه عبد، والاتنين زي ما تقول عاملين مجلس رئاسي. الكبير مين؟ الكبير جيفر، والصغير الصغير عبد، والاتنين ولاد الملك القديم اللي هو مات الجلندي ده. جيفر لأنه هو الكبير في السن يعني يبقى هو ايه؟ رئيس المجلس الرئاسي. لكن عبد برضو ملك، بس ملك سكنده كده يعني نمرة اتنين. عبد قلبه رقيق بتاع مشاعر وبتاع يعني عاطفة، جيفر بتاع عقل مخ وشوية شديد كده مشارب، ده مشربه كده وده مشربه، وهم اخوات والاتنين ملوك وولاد ملك وكله تمام. فالنبي عليه السلام ارسل لهما. الله، يعني النبي كان عارف ان جيفر وعبد عاملين مجلس رئاسي. ما هو في ناس ما بتبقاش عارفه،
ما هو في عندنا هنا في مصر كان في رؤساء مش عارفين حاجة خالص. فالمعلومات وهي جاية متشوشة، لكن ده عارف. الأنكت من كده بقى راح بعت الجواب لابني الجلندي جايفر وعبد الله، ده يبقى عارف. اللي أنكت من كده بقى انه بعتهم مع مين؟ مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص ده هو كان ضد الإسلام وضد المسلمين، وراح يدي يعني مقلب في المسلمين في الحبش مرة واثنين، لكن ربنا من عليه أن رأى النجاشي قد أسلم. كان حاضر في المجلس اللي النجاشي بيسلم فيه فأسلم. قال الزكاني الله، الرجل العالم التقي اللي قاري الكتاب والإنجيل وكذا بتاع ربنا، هو والرهبان بتوعه دول بتوع ربنا، أسلموا، يبقى أنا ما أسلمش. ده سبحان الله، زامر الحي لا يطرب، وراح دخل الإسلام. دخل الإسلام هو ومين؟ قلنا قبل كده خالد بن الوليد. خالد ده ابن الوليد ابن المغير. الوليد مخلف 11 عيل، منهم خالد ومنهم الوليد ابن الوليد. ال11 عيل ماتوا في حياته إلا خالد والوليد أسلموا. إلا خالد والوليد أخوه الوليد ابن الوليد وخالد ابن الوليد الاثنين إيه؟ أسلموا. وهو ده اللي نزل فيه قوله تعالى في أحد الأقوال إن شانئك هو الأبتر. وهو في حد يعرف مين الشانئ ده؟ فيها 9 أقوال ما نعرفوش أصلا. طيب فين ولادهم؟ أسلموا. طب واللي ما أسلمش؟ مات في حياته عشان يشوف بعينيه الكل إن هو الأبطر. طب خالد بن الوليد هو المشهور ولا النبي هو اللي مشهور؟ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص شاف النجاشي بيسلم، راح النبي بقى بعته لمين؟ لملك عمان، اللي هم في الحقيقة 2 جيفر وعبد. الغريب بقى ان عمرو عارف ان عبد رقيق القلب وان جيفر شديد. ده الله، ده كان عندهم معلومات هو إز هو بس كاملة يعني. راح قال طب انا اعمل ايه؟ انا لو دخلت على جيفر ممكن يعلي صوته عليا، ممكن يقبطني بحاجة شديد، لكن انا اروح لعبد. فراح لعبد، فعبد قعده عنده قال له عايز ايه؟ قال له انا جاي بخطاب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال له اول حاجة عشان تاخد بالك، انا مش اللي في ايدي القرار، القرار في ايد اخويا جايفر. دي اول حاجة قبل ما نتكلم يعني، لان هو السن الكبير وهو اللي ماسك الحاجات دي كلها، ملناش تدخل وانا ما اقدرش اتعدى. قال له خلاص وصلني لجايفر. قال له لا، ما مش بسهل كده، ده انا لازم افهم منك واروح اقول له وهدي باله وادخل له مداخل، وبعدين نشوف نحدد لك ميعاد وشغلانة. جايفر اصله مش سهل. قال له طيب اعمل كده. قال له اقعد بقى حقق معاك يا عمرو، انت اتجنيت، احنا هنا في عمان نسلم ملكنا لواحد ما نعرفوش
يعني ده جنان. قال له ما انت مش هتسلم ملكك، ده انت هتسلم، انت اخوك، واللي عايز يسلم من قومك هيسلم، والامر سيبقى على ما هو عليه. قال له يعني بتاع ايه يعني كده؟ قال له اصله خلي بالك، اولا نمره واحد، الدين بتاعنا مضمونه حلو وانتوا ماشيين غلط. نمره اتنين، قدر الله هيجيلك هيجيلك، فالحق نفسك انت واخوك قبل ما تلاقي الناس هنا. قالوا ناس مين؟ ده انتوا هناك على بعد 2000 كيلو. وما قالوش كده لانك ما كانش الكيلو لسه ظهر. بفهمك 2000 كيلو بيني وبينك، ايش ده انت قبل ما تمشوا ال2000 كيلو يتهد حيلكم وهنضربكم علقه سخنه ما شفتوهاش قبل كده. ففوق كده يا عمرو انت بتكلمني، انت اسلمت امتى؟ قال له انا اسلمت من قريب. قال له اسلمت فين واسلمت ليه؟ قال له اسلمت لان النجاشي اسلم. قال له يا عمرو بلاش كذب، النجاشي اسلم. قال له هو والرهبان بتوعه، وانا كنت حاضر فاسلمت، وانا ما بكذبش لان الكذب حرام في ديننا. اللي هم العيال دلوقتي الخوارج قاعدين يكذبوا ليل نهار على الفيسبوك والمواقع، الحرام في ديننا ما يكذبش ابدا. قال له طيب انت دلوقتي بتقول لي النجاشي اسلم وبتقول لي ان الرهبان اسلموا معاه وانت اسلمت عن قريب، هو دينكم ده بيقول ايه؟ فقال له ديننا بيقول انه نصلي ونصوم وناخد الصدقة من اغنيائها نردها على فقرائها، وبيقول لنا صوموا رمضان، وبيقول لنا اوعوا تكذبوا، وبيقول لنا اوعوا تعملوا وكده. قال له والله ده كلام حلو جدا اللي انت بتقوله ده. واخذ عبد يناقش عمرو بن العاص في الدين وفي كذا، في كلام طويل في السيرة يستحق دراسة وحدها، وفي حلقة خاصة نعينها من أجل خطاب النبي إلى جيفر ملك عمان، ونرى ما الذي كان، ونأخذ منه العبر، ونأخذ منه الطريق إلى الله. فاللهم صل وسلم على سيدنا النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.